هون آخر سلايد بس ناخذ مثال على الأبستركتيف والريستركتيف لونج ديزيز عشان نفهم الفرق بينهم. هلأ النورمال خلينا نحكي people بيطلع زي ما حكينا 80% of their expired gas بالفيرست سكند، تمام؟ فهاي الإكسبيريشن فيز حنقسمها into 3/3 first second 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 and third second. بالفيرست سكند المفروض النورمال people يطلعوا تقريبا 80% of the expired gas أو the expired air. بعدين 20% رح يتوزعوا على second with third second. So إذا كان في عنا fourth كمان بعد fourth، تمام؟ أوكي. فلو افترضنا إنه ال first vital capacity 5 liters، هي بعد عن vital capacity اللي إحنا متعودين عليها من 4.5 ل 5، المفروض إنها 5 عند هذا البيشنت. فالمفروض إذا كان normal بطلع 80% من الخمسة هدول بأول 1 second، فحيطلع تقريبا ال FEV 1 4 liters. ال 80% من 5 هي عبارة عن 4، تمام؟ أوكي. هلأ بالobstructive رح نلاحظ إنه الFVC اللي هي first vital capacity قلت عن normal people، تمام؟ ولكن بنفس الوقت رح تقل الFEV 1، FEV 1، تمام؟ ولكن الFEV 1 حتقل بنسبة أكتر من إنه الFVC حتقل، تمام؟ إحنا عندنا بسط وعندنا مقام. مادام أنا زدت البسط إذا أنا زدت القيمة الكلية، قللت البسط قللت القيمة الكلية. العكس للمقام، إذا أنا زودت المقام فأنا قللت القيمة الكلية، تمام؟ المقام عندي هون اللي هو عبارة عن FVC، أما البسط فهو عبارة عن first expiratory volume بالfirst second، تمام؟ أنا قللت البسط أكثر من المقام، فبالتالي الratio كلها أو الناتج القسمي كله حيكون أقل من normal people، تمام؟ على عكس ذلك بالrestrictive أوكي FVC first vital capacity برضو حتقل، والFEV1 برضو حتقل، ولكن لاحظوا ان الFEV1 قلت بشكل كتير اقل من من ما قلت بالobstructive. الobstructive المشكلة الرئيسية تبعتهم هي بالFEV1، لكن هون مشكلتهم الرئيسية بالاثنين ولكن اكتر بالFVC. فانا قللت المقام، لما اقلل المقام لو عبارة عن FVC فانا عم بزود بالratio او القيمة الكلية. رح نلاحظ ان الratio هون حتكون 90 بدل ما هي 80 بالnormal people، تمام؟ وهنا على العكس حتكون زي ما حكينا الratio قليلة. هلأ هاي بالنسبة لهذا السلايد، بس بدي ارجع لكم لهاي النقطة، حسيت انها مش كتير كانت واضحة شغلة الconcentration والvolume. اوكي، فخليني هيك اعطيكم مثال سريع على موضوع الconcentration والvolume والamount عشان تفهم الموضوع بشكل افضل، تمام؟ اوكي، هلا بدي افترض انه انا عندي خزان، تمام؟ هذا الخزان فيه air وفيه helium، تمام؟ فيه كميه معينه من الهيليوم diluted بهذا الاير، تمام؟ فانا عارفه الفوليوم لهذا الخزان وعارفه ال concentration of helium بهذا الخزان، تمام؟ فنشيل لها بconcentration 1. الamount طبعا في عندنا فرق ما بين كلمة amount اللي هي الكمية والvolume اللي هي الحجم اللي أنا حاطه فيه هذا الكمية، وصارت هاي الكمية بconcentration معينة، تمام؟ الamount هي عبارة عن volume 1 ضرب concentration 1، الvolume of الخزان حجم الخزان كله ضرب concentration تبع الهيليوم داخل هذا الخزان، تمام؟ أوكي، هاي بالنسبة للamount of helium بهذا الخزان، هي عبارة عن volume داخل الخزان كله ضرب concentration of helium بهذا الخزان، تمام؟ physics. طيب نفرض انه انا بدي اضيف، نفرض انه مثلا اوكي خلينا نحط ارقام برضو عشان نفهم بطريقة اوضح. نفرض انه الفوليوم بهذا الخزان 1 لتر، تمام؟ السعة لو بدي احكي مثلا فوليوم 1 لتر او اللي هي 1 ديسيمتر مكعب، تمام؟ نفس الشيء تقريبا، هذول متساويات حسب ما انا بعرف. والconcentration نفرض انه مثلا 10، تمام؟ اوكي، هلا انا بدي اضيف لهذا الخزان كمية air بمقدار مش معروف، تمام؟ يعني بدي اكبل هذا الخزان بنفس المحتويات تبعيته بلس انه بدي اضيف له volume مجهولة unknown ضفتها على هذا الخزان. اوكي، ايش حيصير بالهيليوم؟ الهيليوم حيتوزع، طبعا حيكون في عندنا هيليوم والair اللي كان موجود اصلا هون بالإضافة للفوليوم اللي أنا ضفتها of air unknown، تمام؟ فصفة في عندي ثلاث أشياء: الفوليوم unknown، الair اللي كان موجود أصلاً بهذا الخزان، والهيليوم اللي كانت موجودة برضو بهذا الخزان. كمية الهيليوم كamount، أوكي، ما تغيرت،
أنا ما ضفت هيليوم ولا نقصت هيليوم، أنا فقط عملت dilution لنفس الأمount of helium بـ extra amount of air. تمام؟ أوكي، هون أنا صار في عندي concentration جديد لأنه صار في عندي dilution فقلت الـ concentration of helium، صار في عندي volume جديد، الـ volume تبع الـ air كان موجود أصلاً بهذا الخزان plus الـ volume الجديد اللي أنا مش عارف فيته. تمام؟ ولكن كـ amount of helium ظلت كما هي. حكينا احنا ما زدنا amount، ما قللنا amount، احنا فقط قللنا concentration وزدنا الفوليوم. تمام؟ ما دام الاماونت تساوي الاماونت، فانا بقدر اساوي المعادله هاي بالمعادله هاي. الانون فوليوم اوف اير هي نفس الريزيدوال فوليوم اللي كنا عم نحكي عنها تحت هون، لما حكينا احنا الامار اوف اير اللي زدناها هي عباره عن الريزيدوال فوليوم الموجوده باللونجز. اوكي، فانا بعمل المعادله وبطلع المنشور اللي هو عباره عن الاماونت الجديد اللي هي الفوليوم الجديد اللي هي عباره عن residual volume. Okay. يعني هذا هو the principle of the helium dilution technique. هيك بنكون كملنا المحاضرة إن شاء الله. أعتقد هيك إن شاء الله بتكون الأمور واضحة 100%، ونشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة اللي بعدها. يعطيكم العافية.